مساء الخير عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ كنت القوس بادي الشهر ب 10 of wands. اها شكلي لا همول هموم مشاكل اعباء التزامات، كل واحد يحطها زي ما هي عنده. المهم عندي كم كتير كتير اوي. برج القوس، واحدة واحدة على نفسك، ما تشيلش الشيلة التقيلة دي لوحدك، اطلب مساعدة. لو هي مهام شغل كتير قوي عليك مش لازم كله يخلص في ساعتها، احنا مش هتخلص شغل انت هتضحي بنفسك، لا واحدة واحدة اطلب مساعدة. حاجة ممكن تأجلها أجلها، خلينا نقول مسؤوليات، مش هي مسؤوليات ناس كتير، فعش انا شايف انك انت شايل دلوقتي اكتر من طاقتك، اكتر من انت تقدر تشيل. واللي بيحصل ده لو استمر انت بشيلتك هتقع على الارض كده وخلاص، انتهى الموضوع، والناس اللي معتمدة عليك او المسؤوليات والحاجات دي كل ده كده واحدة واحدة على نفسك، شيلش نفسك اكتر من طاقتك، بالراحة اطلب مساعدة. تمام؟ برج شايف يا رانا، بس صدقوني يعني مش ما تلوموش غير نفسه، ما تلوموش غير نفسه، الاعباء قضي بمشاكل دي، بس انا لازم احمي نفسي انه لا خلاص كده الموضوع زاد عن حده، بقى في مشاكل كتير او في اعباء كتير، لا انا احمي نفسي، انا اهم من اي حاجه ثانيه. نتيجه الاعباء دي او الحاجه المتراكمه على الاعباء دي، القوس حاسس ان هو ستك، يعني مزنوق مش عارف يتحرك، مزنوق بين حاجتين، يمكن يكونوا قرارين، اشيل الشيله دي اكمل ولا ارميها كلها في الارض وامشي، حاجتين بعاد قوي عن بعض، نقيضين، خلينا نقول قرارين متناقضين، وهو مش شايف، هو مش عارف ياخد قرار. تمام؟ ده تو اوف سورد زي ما انتم شايفين، شريط على العين، فهو مش عارف ياخد القرار. اعمل ايه؟ ما تخلينا في النص، ما تخلينا في حاجه كده نوصلها، ولا نرمي الموضوع خالص وخلاص مشيله انت والشيله دي وانا ماشي، ولا ان انا افضل شايل الحمل ده لوحدي وماشي، ما تقسموا البلد نصين، يعني انت شيل شويه او انا هعمل ده دلوقتي وهاجل ده السنه الجايه، ايا كان هو ايه، بس اعرف اكمل حياتي بشكل ارحم من ده شويه. تمام؟ اوكي، شايفه هنا في كينج اوف كابس، الموضوع برضو قريب شويه من برج الميزان، عنده مشاكل، عنده هموم، لكنه محب جدا للناس اللي حواليه، في يمكن زي ما قلنا في نفس الحته برضه، يمكن الطاقه دي مأثره على البرجين دول، انه في حد لازم يهتم بيه ويراعيه بمنتهى الحب ومنتهى الاخلاص ومنتهى الجمال اللي في الدنيا. ف صدقوني بص يا برج القوس، اللي بيراعي حد او بيهتم بحد، خلينا نقول حد كبير، ممكن يكون ابوك امك او ابوك وامك، اخوات صغيرين، ايا كان هو مين، الناس اللي انت بتراعيهم دول، دي اصلا حاجه بتدي طاقه حلوه جدا، وبتدي لك دفعه وبتدي لك قوه وحاجه مش محتاجها. صدقوني اللي بيدي ده بيكون بياخد اصلا، هو مش حاسس، احساسك ان انت بتقوم بحاجه زي دي بتحس نفسك يا سلام الحمد لله ان انا عملت حاجه زي كده، فخور بنفسك وراضي عن نفسك، ده احساس اصلا مفيش بعده، مفيش احسن منه اصلا. خلينا نقول ان حياتك يا برج القوس على وشك انها تنتهي، القوس هيوصل لحل كويس جدا، جادجمنت، خارجين دول تحت بعض. لو هو مساله قرار اخد ده ولا ده، ده ولا ده، سوري هو فين؟ ده ولا ده؟ اوكي؟ هنحسم الموضوع، جادجمنت خلاص، حسمت موقفي. لو هي هموم متعباك، مزعلاك، ناس بيضايقوك، ناس بيغضبوا بيك، خلاص يعني نفخت، يعني الصفاره صفرت كده، الماتش خلص، الموضوع انتهى، هتقفل الموضوع تماما، والجرح او الحاجات اللي كانت بتزعلك وبتوجعك وشايلاك الهم دي، end of story،
مش هتزعلك تاني. انت اللي هتقلب الصفحه، انت اللي هتحسم الموضوع. تمام؟ لو احنا بنتكلم، لو دي كانت علاقه عاطفيه، ممكن يكون برج القوس هيبتدي يشوف الحاجات اللي مش عند شريكه، هو ما عندوش دليل او هي ما بتعملش دليل، متطلع لحاجه مش موجوده في شريكه. لو مش بنتكلم عن الموضوع ده، هي تخص العلاقه العاطفيه بشكل حالي بشكل عام، القوس عمال يبص ايه اللي مش عنده، بيدور على اللي مش عنده. بص الموضوع ده لو هيزيدك طموح وهيزيدك طاقه انك انت عايز تحقق حاجات كويسه ماشي، انما لو هيخليك تكره حياتك وتشوف عمال بتبص بس على اللي مش موجود عندك، فده هيتعبك جدا. لا، انا عندي انك انت تبص على اللي عندك وتقول احمدك يا رب، ايه الخير اللي انا فيه ده كله، احسن بكتير ما انك انت تبتدي تبص لبعيد في حاجات مش موجوده عندك ممكن تكون صعب توصل لها. طيب برج القوس عنده ايه كمان؟ القوس عنده كمان نايت اوف وانز تقريبا، ممكن ده بيوحي بسفر. برج القوس اللي كانوا ناويين عليه حصل عندهم سفر، بيوحي بسفر وقطع مسافه طويله. تمام؟ ممكن يكون كمان انتقال من بيت لبيت. اوكي؟ المهم ان انا شايف فيه عمليه انتقال عند برج القوس، ممكن تكون سفر، ممكن يكون تغيير بيت. القوس عنده ايه كمان؟ يا دين النبي، تضحيه. القوس هيضطر يقوم بتضحية في نهاية يعني الأسبوع الأخير من الشهر. تضحية أو انتظار، مستني حاجة، يعني اللي هو عمال إيه مستني، لكن في تعب، مش مستني هو مرتاح، مستني بس في بطريقة فيها متأزم، يعني مستني حاجة. يمكن تكون فلوس، الله أعلم. لو هي الفلوس اللي أنت مستنيها يا القوس، شايفة عندك هنا 9 بوينتس في أوفر الحمد لله في الحالة المادية، أو على الأقل على التقدير خلينا نقول إيه، استقرار أو انتعاش إن شاء الله في الحالة المادية، بس بعد فترة فيها تضحية وفيها صبر وانتظار. ممكن كمان يكون القوس كان عامل عملية تقشف مثلا، إن هو بيحد من مصروفه وكده علشان يوصل لحاجة كويسة، عشان يجمع مثلا مبلغ معين يعمل بيه حاجة، شايف إن هو بينجح بعد تضحية كبيرة. المهم انه الكاتب بيقول لك اللي بيصبر بينور. كل ما هتصبر يا برج القوس وتستحمل الموقف او الوضع الصعب اللي انت قاعد فيه ده، ان شاء الله ربنا هيجازيك خير. بس تصبر وانت راضي، مش تصبر وانت متأزم وتعبان. الوضع صعب بس يعني لازم تكون مستني وانت مستبشر وانت مرتاح. اكيد اكيد ان شاء الله كل حاجه كويس، اكيد ربنا هيعوضني خير. بس كده. اوكي، عندنا ايه كمان؟ نهايه الشهر برج القوس. شايف عندك 10 اوف سوردز، معرفش انت بادي الشهر باعباء ومشاكل ومسؤوليات، وناهي الشهر، يعني هو شهر ممكن يكون ماشي معاك بطريقه مش حلوه قوي، يمكن زي ما قلنا على قبل نهايه الشهر بشويه تبتدي الدنيا تكون كويسه، بس ترجع تاني هنا شايفه 10 اوف سوردز انه في حاله صدمه. لا، القوس حاسس ان هو اتصدم في حاجه معينه. بصوا يعني يا رب تيجي في حاجه سهله، في انه في شريك صدر منه حاجه مثلا، فجاه القوس حاسس ان هو اتصدم فيه، ايه ده ما كنتش متوقع كده. فهيقول ممكن دي تكون حاله الصدمه اللي عند برج القوس، وبيميل للعزله والوحده وبيقفل على نفسه. اوكي، هيبان معانا اكتر اذا كان الكارد ده يخص القرايه العاطفيه ولا لا، وان شاء الله يا رب تيجي فيها وما تجيش في حاجه كبيره كده. بس دي حاله نفسيه يا جماعه، مش بقول ان في حاجه وحشه بتحصل، بس دي حاله نفسيه اللي ممكن بيمر بيها القوس على نهايه الشهر، بيميل للعزله. ممكن يكون مش هيحصل حاجه خالص، بس القوس حابب يكون لوحده مثلا عشان ما تقلقوش وتخافوا، وممكن يكون في سبب ادى لده. تمام. قراءه القوس الشهر ده، انا افتكر اتمنى اكون نصحتكم بالنصائح اللي انتم محتاجينها الشهر ده.
اتمنى يا رب تسمعوها واتمنى يا رب انها تساعدكم. حاله القوس عامله ازاي؟ عاطفيا ياخد القوس عنده امل. عنده امل كبير في العلاقه، يمكن تكون العلاقه متوتره او يمكن تكون العلاقه اتصلحت فابتدى يبقى عنده امل تاني. Page of Wands مستعد ان هو يبتدي من الاول او مش يبتدي من الاول، انه ان العلاقه فيها امل، فيها نور، فيها بصيص امل، الموضوع فيه يعني يستاهل ان انا ابذل فيه مجهود وان انا اركز فيه، تمام؟ شريك القوس انا شايفه ان هو يمكن يكون لا قدر الله تعبان، مريض، نايم، ممكن يكون مريض، تمام؟ ولو هو ان شاء الله مش مريض فانا شايفه ان هو في حاله استسلام او في حاله لا مبالاه او في حاله سلبيه، موقفه سلبي، ما بياخدش موقف محدد، مريح. خلينا نقول مريح، حبيبتي يا منار. سلبي. اوكي؟ طيب القوس نفسه في ايه؟ نفسه في كينج اوف سوردز. لا، تقريبا شايف شريكه مش ماهي المكان بتاعه صح، وبيتخذ ويعني وقراراته سلبيه بالنسبه له، فالقوس عايز بقى ايه؟ يتيك اوفر. طب اديني بقى انا ايه زمام الامور دي وانا هعرف اخد القرار المظبوط. خلي بالك القوس حامي قوي، يعني ما بيحبش الحته اللي هي المايعه دي وسريعه، ردود افعاله سريعه جدا. ف هو نفسه ياخد هو الكنترول، يمسك هو الكنترول. يمكن شريكه زي ما بنقول مش واخد القرارات المظبوطة اللي ترضي القوس. طيب شريك القوس نفسه في ايه؟ نفسه في عملية تحول، ان يحصل تغير جامد جدا في العلاقة. ايه اللي هو عايز يغيره؟ معلش كارت توضيحي. طيب ممكن يكون حابب يغير بيئة كاملة، يعني لو انتوا مثلا عايشين في بلد عايز يعيش في بلد تانية، لو انتوا عايشين في بيت عايز يعيش في بيت تاني خالص، لو انتوا ده اللايف ستايل بتاع حياتكم ده اللي بتعمله عايز اغيره خالص، تغيير شامل، تغيير شامل، نفسه في عملية تغيير شامل. ممكن يكون مخيف بس بالنسبة له مطلوب، حاسس ان الوقت جه ان نعمل عملية تغيير كبيرة في الحياة بتاعتنا. يمكن علشان كده شريكك في برج القوس حاسس ان هو مستسلم وما عندوش طاقه يعمل حاجه، لانه فعلا مفتقد للتغيير وعايز يعمل عمليه الثوره دي، عايز تغيير جامد. شايفك ازاي؟ شايفك ذا لافرز، وده كارت الكروت الاساسيه، بمعنى ان الطاقه دي مطوله قاعده معانا، قعدت معانا فتره لسه مكمله معانا. انت حبيبي، انت شريكه، انت الشخص اللي بيثق فيه جدا جدا، اللي بيكون قدامه بمنتهى الوضوح، وان انت هتدعمه في اي موقف ياخده. ما شاء الله بيوتيفول. انت شايف شريكك ازاي يا برج القوس؟ شايفه الشمس، هو اللي بيمدك بالحياه، هو اللي بيمدك بالدفع وبالامان، بيمدك بالامان. انتوا ما شاء الله تجننوا تجننوا. هو يمكن يكون في موقف بس ما هو شريكك ما تصرفش فيه زي ما انت شايف، وانت بس عايز تقول له ايه؟ طب ريح انت بقى، انا اللي هطلع الطلعه دي، بس مش اكتر من كده. انما العلاقه جميله ما شاء الله، الطاقه ما بين القوس والشريك وشايفه فيها ده تمبرنس، حاله توازن، الامور متوازنه، الامور حلوه، فيها تناغم متناغمين مع بعض، في سينكرونايزيشن كده، تردوا على بعض كانكم بتعزفوا سيمفونيه، حاجه فيها بالانس، فيها توازن حلو جدا جدا. الشهر ده ما شاء الله بريليانت، العلاقه شايفه ان هي منوره ومبهجه جدا جدا. اسمع شريكك يا برج القوس، لو هو شايف انه خلاص لو حان وقت التغيير في حاجه معينه، حتى لو التغيير يخوف بالنسبه لك، اسمع له وممكن تاخده الموضوع واحده واحده. ويل اوف فورتشن شهر 7 ما شاء الله، شايف فعلا بيحصل تغيير عند في العلاقه في برج القوس، بتاخد شكل احسن بطريقه ما فيهاش بذل مجهود. خلينا نقول ان برضه بتخش في مرحله ثانيه، مرحله احسن. لو علاقه لسه ما حصلش فيها خطوبه، شايفه ان بيحصل فيها تيسير في الامور، ربنا بييسر والامور بتمشي. لو كانت قبل كده واقفه ومتعطله، شايفه انها بتبتدي تمشي
بشكل حلو جدا جدا لو متزوجين بالفعل واوريدي عاملين اسره، ان العلاقه برضه رايحه في مكان احسن، وداخلين في مرحله خلينا نقول اكتر ثبات. شهر 8 ما شاء الله والله اعلم، طبعا عندنا كينج اوف كوينز، حاله مبدئيه كويسه جدا جدا. لو دي علاقه ابتدت تتجوزوا او ان هم حصل عندهم خطوبه، ده بقى رزق ربنا، يعني ان انتوا بتدعوا بقى وان شاء الله ربنا بيفتح عليكم بشكل حلو جدا ماديا. شايفه الحاله الماديه كويسه جدا جدا. الرزق مش كل الفلوس يا حبايبي، ممكن يكون حاجه تانيه مهمه. انا شايفه ارزاق حلوه جدا في شهر 8 وبيحسها قرب القوس جدا. تمام، تعالوا آخر حاجة نشوف كروت الملايكة صاحبة إيه؟ هجيله دلوقتي أما خلصت. Your child, your nurture, your own. Oh my God. انتوا سمعتوا انا قلت ايه على القوس في الاول، او لما قلنا انه بيهتم بحد وبيروح لحد؟ بصوا الكارت nurture. As you nurture a child, you nurture your own inner child. Both activities are important for you right now. الشخص اللي انت بتراعيه ده يا ابو القوس وتاخد بالك عليه وتديه دواء مثلا بتاكله، ان شاء الله حتى نفسيا بتسمعه، حتى لو بتسمعه انت بتدلعه بتهننه كده، شخص بتهننه، انت بتهنن نفسك. الموضوع ما تاخدوش ان انت بتعمل حاجه واجب، او بص اهو كانه طفل مدلل وبتدلله. nurture، انت بتدلع نفسك، انت بتزغزغ نفسك، انت بتحسس نفسك ان الدنيا لسه حلوه وفيها خير وفيها عطاء وفيها حب. ده هيفيدك انت، وكل ما هننت ودلعت الشخص اللي قدامك كل ما انت هتتبسط وهتتهنن اكتر. سبحان الله، مش ممكن يعني، الرسالتين واضحين جدا. حبايبي نورتوني، لايف مفاجئ بس انبسطت بيه جدا. ريت كانت شكرا.